Thank you very much. Those were remarks delivered. لسيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخامة الرئيس السيد رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس السابق لقمة الكوميسا في العامين السابقين. الآن السيد الرئيس الآن يقوم بتسليم الرئاسة الدورية للكوميسا. الآن مراسم تسليم الرئاسة الدولية لفخامة الرئيس زامبيا. سيدة والسادة، هذا هي شكرا، معنا جزيل الشكر. واحد اثنان ثلاثة شكرا. Allow me to call upon Mr. Gabriel Masuku. الآن السيد جابرييل ماسوكو الرئيس التنفيذي لدول الكوميسا. سيدات والسادة، نحن نحتاج إلى مزيد من التصفيق إلى تسليم الرئاسة الدورية من قيادي وسياسي عظيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لآخر، وهو رئيس زامبيا.